أن طبيعة التحركات الإيرانية في الآونة الأخيرة أقلقت الجانب الولايات المتحدة وكذلك أيضا الجانب الإسرائيلي، وارتداد التدخل الإيراني في الملف السوري أعتقد هو أحد أهم وأبرز تلك يعني المسائل التي يجب البناء والانطلاق من خلالها. وكما أشرت من خلال سؤالك، أنا أعتقد بأن الوجود الإيراني أصبح غير مرغوب فيه سوريا إضافة إلى دول الإقليم كذلك أيضا غربيا. وبناء عليه كل ما يجري اليوم في داخل الجغرافيا السورية من عمليات تصعيد وتصعيد مضاد أعتقد يندرج ضمن النطاق أنه هنالك مشروعا دوليا واضح المعالم مفاده بأنه لابد من إخراج إيران من الساحة السورية. وربما في السابق استخدمت إيران من حيث تدمير البنية المجتمعية للشعب السوري ووصلت إلى مستوى المنافسة، واليوم نتحدث عن مستوى الصدام، وخاصة وأنه قبل قليل هنالك استهداف عبر المسيرات لقاعدة التنف العسكرية على المثلث الحدودي الأردني العراقي. ربما قد يكون هنالك استهدافات مماثلة، وبالرغم من عملية إسقاط تلك المسيرات إلا أن إيران ما زالت ماضية في عملياتها التصعيدية عبر فصائلها الموالية لها سواء المنتشرة في داخل الجغرافيا السورية أو حتى العراقية منها، لا سيما وأن هنالك أيضا تهديدات من بعض مكونات تلك الفصائل بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة وحلفائها بشكل الذين يعملون ضمن الجغرافيا السورية إضافة إلى الجانب الإسرائيلي. وبناء عليه أنا أعتقد بأن المشهد اليوم يزداد تعقيدا في ظل وجود يعني الوجود الإيراني والإصرار الإيراني على عملية إدخال الأسلحة. نلاحظ أن هنالك ارتفاع لوتيرة الاستهدافات المتبادلة ما بين الجانب الأمريكي وكذلك أيضا قوات التحالف الدولي باتجاه نعم. الميليشيات الإيرانية، وما يجري في الشمال الغرب سوريا أيضا ضمن تلك المتغيرات التي تجري على الملف السوري. وأهم تلك المتغيرات هو دخول فصائل المعارضة السورية إلى مدينة حلب أو محيط محافظة حلب بشكل عام، ربما قد يكون هو أيضا استنفاذ لكافة الحلول اللي كانت قد طرحت سابقا، لا سيما الأستانة وهذه الخرائط التي تم استعادتها كانت بموجب تفهمات منطقة خفض التصعيد الأخيرة في إدلب. وبناء عليه أنا أعتقد نحن مقبلون على مزيد من التصعيد، ربما يبدأ محليا كسوريا ولكن سيكون إقليميا ومنه إلى الدوليا باتجاه إيران بشكل مباشر.